اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. زي ما قلت لحضراتكم الحلقه النهارده مقسمه الى قسمين. القسم الاول هيكون معايا فيها احد المرشحين لاعضاء مجلس اداره نادي الصيد المستشار عمرو الشاهد. طبعا هو لاعب دولي وحكم في رياضه الجودة. سياده المستشار ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا كابتن. اهلا بيك وحشنا. برحب بيك ربنا يخليك. الذهبي الجميل المتع جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله. ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. خليني ابدا مع حضرتك. لماذا فكرت في خوض انتخابات نادي الصيد؟ فكرت اخوض الانتخابات لاسباب كتير. نعم. والحمد لله احنا عشنا في نادي الصيد ربنا فيه، اتولدنا لقينا نفسنا اعضاء جمعيه عموميه من واحنا يعني انا عضو في نادي الصيد من الثمانينات. التحقت او دخلت صاله مصنع الرجال في النادي اللي بتشرف ان انا خرجها، صاله الجودو. نعم. اللي قدمتني لاعضاء الجمعيه العموميه ان انا اترشح من خلالها لعضويه مجلس الاداره. بيتهيألي اي واحد اتربى في ناديه وعنده ولاء وانتماء للنادي من حقه ان هو لو عنده الامكانيات او عنده يعني نقول لو عنده الرغبه ان هو يقدم المكان اللي اتربى فيه خدمه. نعم. خدمه وتكون الخدمه دي فعلا نابعه من قلبه ومن من 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 واقع الحب والانتماء لمكانه يقدمها. نادي الصيد مر يمكن الفتره اللي فاتت لبعض المطالب من الاعضاء، كان ليها رغبات، كان ليها طموحات معينه. يعني نبدا نخش بقى كده في صلب الموضوع، او يعني انا اهداف ترشحي. نعم. اهداف الترشح بصفه عامه هي ان احنا نحسن موارد النادي. ازاي احسن موارد النادي؟ اولا احنا عندنا في قطاع الرياضه في عجز في ميزانيه النشاط الرياضي وصلت او فاقت ال 80 مليون جنيه. اجيبهم ازاي؟ او ان انا احاول ان انا الولد الصغير اللي انا بقول له انا عايز انقذك من المجتمع اللي بره وعايزك تبقى مربوط دايما بالنادي وعايزك تمارس الرياضه وداعم للرياضه. مش هقولها له بالبوق، ما ينفعش اقول له كده، ما ينفعش اقول له كده الكلام ده شفوي، اقول له يا ابني اقعد في النادي، لا ما ينفعش. لازم ان انا اوفر له مناخ اللي يخليه يعني يجذبه للنادي ويربطه بالنادي. اولا احنا عندنا مشكله ان الولاد بيجوا عند سن معين ما بيحبوش النادي، يعني خلاص بيقول لك انا هبطل رياضه واقعد بره. انا ده السبب الرئيسي لترشحي، ان انا عايزه يقعد جوه النادي، عايزه يقعد في جو الرياضه. ازاي؟ وانا حسن المورد لو انا حسنت مورد النادي هعرف اقعده. ليه اقعده؟ هو الولد في الرياضه بيبقى محتاج ايه؟ محتاج سفريه، معسكر خارجي، محتاج يونيفورم محترم بماتيريال محترم، محتاج ان هو يتأدى له خدمه من مدرب يكون المدرب اصلا مرتاح، ويكون المدرب ده عنده راحه نفسيه من ناحيه المكان اللي بيشتغل فيه، بياخد مرتب كويس. نعم. ولما يطلب طلب، ما يعني انا اعتقد ان الاداره لو عجزت المدير الفني او عجزت الجهاز اللي بيشرف على اللعبه ده بيأثر برضو على المدرب، مش بس المدرب، بيأثر على اللاعب كمان. احسنه الموارد ازاي؟ مثلا يا كابتن سامي على سبيل المثال انا هديك عملت سيرفي صغير. اتفضل. رحت الجيم بتاع النادي، سالت بعض العاملين او الاداريين هناك او القائمين على اداره الجيم، قلت لهم انت بيجي لك كام اشتراك في السنه للجيم؟ قال لي انا بيجي لي 600 700 مشترك في السنه، هم اللي بيدفعوا فعلي والباقي يعني ناس بتقول سلام عليكم ونخش، بيبقوا ناس رواد ما بنقدرش نقول لهم لا. طبعا انا الرواد دول خط احمر، يعني المفروض العضو لما يبقى يوصل لسن معين زي سن الرواد ما ينفعش ان انا اثقل عليه، ما ينفعش ان انا بعد سن 60 يعني طبعا ما ينفعش ان انا ارهقه باي مصروفات. ده المفروض الاداره الناجحه زي المؤسسات الكبيره، مكان مؤسسه الاهلي مثلا. ده اللي انا حلمي ان انا اوصل بالمستوى ده، او اوصل ان انا ادير نادي بالمستوى ده. نعم. فالسيرفي اللي انا عملته قال لي احنا من يعني لما انا رحت عملت حسبه كده اكتواريه مع نفسي لقيتها بتدخل الى حد ما من 6 ل 6 ونص 7 مليون جنيه في السنه من الجيم. طب ما انا فكرت فكره ثانيه، لو انا غيرت نظام الاشتراكات من النظام الشهري للنظام السنوي زي البسين، انا عضو اهلي مثلا وعضو صيد، البسين بيبقى اختياري. لما الشعب المصري او تكوينته وتركيبته اصلا لو تيجي تعمل له حاجه اختياريه بيتهافت عليها، لو فرضت عليه حاجه يقول لك انت فرضت عليا، انت اثقلت عليا، انت عبء عليا. فالممنوع مرغوب والعكس صحيح. لو انا خليته اشتراك سنوي زي البسين، الجيم، الحضانه، الجيمنيزيوم بتاع السيدات، النادي الصحي، المكتبه، الراكت، دي كلها اشتراكاتها يا اما شهريه يا اما تذكره بالدخول اليومي. تذكره عايز ادخل الجيم، تذكره عايز ادخل الراكت، تذكره عايز ادخل النادي الصحي. المفروض ان التذكره بتبقى سعرها في النادي مثلا، اسف، الاشتراك الشهري بيبقى 100 جنيه في الشهر للجيم،
في 12 شهر ب 100 ب 1200 جنيه. نعم. لو انا عملتها اشتراك شهري وخليتها له 200 جنيه 300 جنيه يبقى انا وفرت له من 900 ل 1000 ل 1000 جنيه وفرتها له، دي بتبقى منفعه متبادله ما بيني وما بين العضو. في نفس الوقت بيديك مبلغ كبير مرة بيديني واحد. بعد كده بقى احنا عندنا اعضاء الجمعيه العموميه وصل عددهم ل 95000 عضو او 94000 عضو. والله انا محتاج منهم 20% يشتركوا. ال 20% دي هتوصل لي بدل ما كان يدخل لي من الجيم 6 مليون انا هيدخل لي من الجيم بس لوحده 40 مليون. اضرب بقى في المكتبه، في الجيمنيزيوم، في النادي الصحي، في البسين. البسين هو القائم اصلا بس انا بقول لك التجربه دي انا عملت لها حسبه هي تقدر تدخل لي من 180 ل 230 مليون على حسب الاشتراكات. لو احنا بنقول حد ادنى 20% من عدد الاعضاء لو وصلنا ل 40% احنا ممكن نتجاوز ال 300 مليون جنيه. ده كده ابقى انا حققت الجزء الاولاني من خطتي عشان اقدم الخدمه للولد، اقول له اتفضل اقعد معايا انا لما تكسب او ان انت تحصل على ميداليه او تحصل على لقب دولي او لقب قاري اقدر ان انا اقول لك اسفرك بطوله، اسفرك معسكر، اقدر ان انا اجيب له المدرب اللي معلش انا اسف ما ينفعش مدرب ياخد لحد النهارده 1000 جنيه وكام الفارغ ده. ما ينفعش مدرب لحد النهارده يستقطع من ماهيته او من مرتبه في صندوق العاملين ياخد منه 150 جنيه وهو بيقبض 1000 جنيه اصلا. انا عايز ادي مرتب محترم يليق بمستوى النادي واسمه. الشق الثاني اللي هنمي بيه موارد النادي الرعاه الرسميين، وما ينفعش ان اجيب راعي رسمي يا كوتش لكل النادي ولكل الانشطه الرياضيه. مثلا انا عندي السباحه، في عندي الووتر بول وعندي الووتر باليه وعندي السباحه وعندي الغطس. طب ما الاربع العاب دول او مجمع العاب الماء ممكن يجي سبونسر شيب شركه محترمه او راعي رسمي محترم او شركه محترمه او رجل اعمال يقول لي انا هاخد لك بس البسين ده مجمع العاب الماء، ولتكن مثلا شركه زي اديداس، شركه زي مثلا سبيدو اللي هي بتاعت المايوهات او متخصصه في النظارات بتاعت الميه. عندي العاب قتاليه زي الجودو تايكوندو والكاراتيه والايكيدو، انا ممكن اجيب برضو اعلان، اعمل اعلان واطرح دايما كل حاجه لازم تكون بالاعلان، لازم تكون بالمناقصه او بالمزايده على حسب ايه الطرح اللي عندي علشان الاسناد. انا اسف يعني حالات الاسناد بالامر المباشر دي طبعا يعني بتبقى في اضيق الحالات وبتبقى على سبيل الحصر والقانون حصرها. نعم. هعمل الاعلان واحط كراسه شروط محترمه واللي يتقدم لي اهلا وسهلا. انمي بيه، احط لي 100 مليون تاني على جنب. انا وصلت ان انا معايا من 350 ل 450 مليون. تتخيل حضرتك ان ممكن جزء منها يستقطع كوديعه، يتعمل يدخر كوديعه، ينمي نفسه بنفسه ويكبر نفسه بنفسه، والجزء التاني هيتصرف على الرواد، على السيدات، على المطاعم. انا اسف المطاعم فيها مشكله كبيره جدا في النادي وهي السبب الرئيسي في المشكله اللي محيره الاعضاء بقالها اكتر من 4 سنين وهي القطط. كثره القطط في النادي هي ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن مخلفات المطاعم، ولازم يبقى في برايس ليست للمطاعم، ولازم يكون في ضوابط ورقابه على المطاعم، لان المطعم هو ريحه الاكل انا اسف او الادخنه اللي طالعه او ريحه المخلفات هي اللي بتجذب مشكله القطط. نعم. اللي عندي الهيكل الاداري والتنظيمي بتاع النادي، اعتقد ان اي مؤسسه ناجحه ليها سيستم. سيستم عمل. لو حطينا سيستم و السيستم ده يحترم، بمعنى ايه يحترم؟ طبعا احنا لينا اساتذه كبار وكباتن كبار، انا دايما مثلي الاعلى في الاداره هي مؤسسه النادي الاهلي لان انا عضو اهلي، عضو النادي الاهلي، عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. نعم. واهلاوي بالفطره. في كباتن كبار مش هقول اساميهم بس اللي ما بيلتزمش بالسيستم بتاع النادي بيتقال له اتفضل شكرا مع السلامه. ولازم يكون في حساب علشان لما بيجي نقول مثلا انا الجهاز ده هديله فرصه. الفرصه دي مش تديها له الخمسه. هتختار مين في الاهلي طيب؟ ولا بلاش؟ والله الاثنين حلوين. ماشي. الاثنين احلى من بعض. ماشي. ربنا يوفقهم، وانا شخصيا يعني اتمنى للفريقين والله كل الفوز للقايمتين كل النجاح والله. نعم. اتمنى للقايمتين فعلا نجاح، للقايمتين اتقل من بعض، والقايمتين فعلا انا متاكد اي قايمه فيما توصل القلعه الحمراء الجمعيه العموميه اللي ليها اليد العليا في طبعا. ده اللي هتشوفه يوم 30 نوفمبر. اتفضل. بخصوص الجمعيه العموميه كوتش، نعم استسمحك، انا رسالتي لاعضاء نادي الصيد الايجابيه هي اللي هي انتخابات يوم 25 يوم السبت. احنا انتخاباتنا 25 السبت. السبت من الساعه كام للساعه كام؟ هيبدا التصويت ان شاء الله 9 صباحا، 9 صباحا حتى 7 مساء، ثم يبدا اجراءات الفرز. تمام. بناشد اعضاء الصيد، علم ابنك الايجابيه، ابنك اللي انت عايز يطلع بطل،
ابنك اللي انت عايزه يؤهل المنتخب القومي، ابنك اللي انت عايزه يطلع يمثلنا في الاولمبيات، وان شاء الله مش يمثلنا بس، وده هدفي ما يمثلنيش، مفيش حاجه اسمها تمثيل مشرف، وانا مش ده خالص الغرض اللي انا داخل من اجله. انا داخل علشان ان شاء الله البعثه الاولمبيه المصريه باذن الله لو احنا قدرنا نطلع نشئ كويس مدرب ومؤهل زي ما قلت حضرتك في الجو والبيئه المناسبه، باذن الله ينافسوا في الاولمبيات ويحققوا مراكز متقدمه جدا. شارك بايجابيه في انتخابات الصيد، احضر الجمعيه العموميه، اتعود تكون ايجابي. ما ينفعش اطلب طلب وانا قاعد في البيت. بطلب الطلب يبقى لازم اجي واوصل، ده يوم في الـ في الـ في السنه، اذا كان جمعيه انتخابات او جمعيه عموميه لازم تيجي تشارك، ده حقك وحق الاجيال اللي جايه، واذا كنا احنا استفدنا من النادي وتربينا فيه فحق اولادنا والاجيال اللي جايه ان هم كمان يستفيدوا منه ويعني يتربوا فيه زي ما تربينا ويعيشوا جو ملائم. نخش على صيد الدقي. انا بس عايز بس يعني انول شيء ان هناك اربع قوائم الحقيقه في انتخابات نادي الصيد، قائمة الأستاذ محسن طنطاوي، وقائمة الأستاذ عمرو السعيد، وقائمة الدكتور هاني الناظر، وقائمة الدكتور عبد الله غراب. الحقيقة الأربعة بالنسبة لي أنا كمان، أنا عضو عامل في الجمعية العمومية لنادي الصيد، بالنسبة لي الأربعة يعني قريبين من بعض جدا. الأستاذ محسن طنطاوي واحد من أقرب الناس ليا، واحد الأستاذ عمرو السعيد برضو واحد من الناس القريبين مني جدا، أتمنى لهم يعني كلهم التوفيق إن شاء الله. اتفضل. طبعا أنا بتشرف بانضمامي لقائمة الأستاذ الدكتور هاني الناظر. طبعا دكتور ده يعني رجل بصراحة يعني كان يرأس أكبر أكاديمية بحثية وعلمية في مصر، كان رئيس المركز القومي للبحوث لمدة 8 سنوات. قائمته كلها يعني كان فيها زميل لسعادتك الإعلامي الكبير علاء بيلو تيدي، طبعا يعني في أون سبورت هو، طبعا قائمة كلها يعني فيها نماذج مشرفة، فيها قانونيين ورياضيين وأطباء وإعلاميين، فيها كل الممثلة كل الشرائح المجتمعية. نعم. هرجع بقى على أكتوبر، عندنا كارثة في أكتوبر. أولا النادي في الأسبوع وسط الأسبوع ما فيهوش أصلا رجل. نعم. النادي وسط الأسبوع فاضي، مدينة أشباح. آه. إزاي بقى عندي نادي بالمنظر ده بالحجم ده بالفخامة دي باسم نادي الصيد وما اعرفش ان انا اجذب الرجل لي؟ طبعا انا اسف، الكرنفالات فين؟ الاعلانات فين؟ مهرجانات تعمل فين؟ الاعلانات اللي بتتحط، انا مثلا وانا ماشي في النادي يوم الجمعه اللي فات في طرقه في طرقه من بعد لابوار، منطقه لابوار في نادي 6 اكتوبر، عملت النهارده 16 اعلان وانت قاعد ماشي اتفضل بس لابوار تبعنا اتفضل والله مش متفق لا 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 اتفضل بس هو نادي الصيد غني بال طبعا يعني بالشركات اللي فيه يعني بتتهافت عليه. يعني في طرقه كده، الطرقه دي يوم زي ماتشاتنا ان شاء الله في كاس العالم. طب ما انا احط اعلانات كويسه، احط شاشه كبيره. هو بس بيبقى ساقعه بالليل في الليل. هي دي المشكله. على فكره كابتن اسلام يعني احنا كنا بنصحى لكم في اليابان الساعه 7 الصبح عشان نتفرج على الجيل. لا ده ماتش انت بتقعد ساعتين تتفرج وخلاص، لكن انا بتكلم على النادي ان لازم اخلق سيرموني، لازم انا اللي اخلقها مناسبه. لازم انا اللي اخلق المناسبه ولازم انا اللي احط العضو في موقف، ايه ده انت ازاي بره النادي؟ ادخل النادي بتاعك اهو، انا جبت لك حاجات للاطفال، انشطه للاطفال، عملت لك كافيه جوه النادي طبعا بس من غير شيشه عشان في ناس تفهمنا غلط. هعمل لك جذبه، نادي 6 اكتوبر ده لازم يضاء باسلوب تاني خالص، ما ينفعش النادي يفضل كده. في مشاكل انشائيه طبعا، انا لحد دلوقتي ما اطلعتش على العقود بتاعت البسين مثلا، عندنا في نشع بقاله اكتر من 3 سنوات متوقف، عندنا الصاله المغطاه. طيب خلينا ناخد حد من اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الصيد نعرف منه اهم المشاكل اللي بتواجه اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الصيد. الكابتن احمد عبد الله احد اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الصيد. كابتن احمد مساء الخير. مساء النور يا كابتن وائل، السلام عليك، ازيك يا كابتن اسلام؟ اهلا نوري اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن. عايزين نعرف طبعا، واحنا معانا احد المرشحين ل عضويه نادي الصيد خلال يوم 25 نوفمبر القادم، تقول لنا اهم المشاكل اللي بتواجه حضراتكم كاعضاء الجمعيه العموميه لنادي الصيد. والله يا فندم مشاكل نادي الصيد في الاربع سنين اللي فاتوا الاول الاخيره كانت مشاكل كثيره جدا، انا يعني طبعا على سبيل الحصر يعني. طبعا احنا قابلنا مشاكل كثيره قوي في ايقافات اعضاء، وطبعا بالنسبه لايقافات موظفين، الخدمات، سوء الخدمات في النادي كان صعب جدا. المطاعم، الاحوال اللي بصفه عامه في النادي كانت لا يرثى لها، المشاكل الانشائيه اللي كنا بنواجهها على طول، بنستنشق حمام السباحه والفرق بتتمرن بره النادي. الصاله المغطاه كانت صاله عندنا كبيره، كان المفروض تبقى صاله دوليه، ما
يعني يكاد تكون الحياة فيها وقفت تماما. نعم. بالنسبة طبعا مجلس الإدارة طبعا الانتقالات المستمرة اللي كانت بتحصل في مجلس الإدارة وعدم الاهتمام بالنادي ومشاكل طبعا الأعضاء اللي كانت مستمرة، مشاكل المطاعم، مشاكل اللي كنا بنقابلها حتى في مشاكل الرواد، مشاكلهم في الأماكن الإنشائية الثابتة حتى في الأماكن مثل الأطرمية كلها كباري الرواد ما يقدروش يتحركوا. طبعا كان مشاكل كتيرة قوي، وأكبر مشكلة طبعا واجهتنا كانت الإسلام، والمشكلة يعني بتاعت الجمعية العمومية اللي كانت طبعا يعني جمعية يعني يدني لها الجبين بسبب المشاكل اللي حصلت فيها، وسبب الجمعية العمومية ما اكتملتش وما نشناش البنود بتاعت الجمعية العمومية ولا صوتنا على الميزانية. وطبعا يعني مش عاوز اقول لحضرتك دي كانت الفاجعة الكبيرة بالنسبة لنادي الصيد، ودي اللي عملت المشكلة الكبيرة جدا. الأعضاء ما خدوش حقهم ولا خدوا حقهم اللي هم يقولوا رأيهم في النادي بتاعهم، وكل جمعية عمومية يحصل فيها مشكلة من الأربع سنين كل جمعية عمومية إما تصح بالثقة يا إما جمعية تفوز، وآخر جمعية طبعا حق الأعضاء أهدم فيهم وأهدر. الناس كانت زعلانة جدا وحزينة بسبب المشكلة دي. الناس كانت أكثر من 6000 وحاجة عضو، وفي الآخر مشوا منهم رواد ومنهم ناس جاية من بورسعيد. أيوه. وطبعا الأستاذ عمرو الشاهي. الو الو. طيب اشكرك جدا يا ابو كباتن. يعني سياده المستشار برضو عايز حضرتك تقول لي، حضرتك سمعت اهم المشاكل اللي من الممكن جدا انها تواجه، اكيد حضرتك كنت بقالك فتره بتروح النادي وبتشوف الدنيا اللي بيحصل فيها ايه، قول لنا كيف تستطيع حل هذه المشاكل. اولا بس انا هبدا في المشاكل. طبعا كابتن احمد اللي اتصل او استاذ احمد عضو الجمعيه العموميه، انا بشكره جدا. نعم. على كلامه الجميل. طبعا يشرف لي ان انا ارد على تساؤلات اعضاء نادي الصيد. ايوه. احنا عندنا بس اخر نقطه، عندنا القطاميه، فرع القطاميه محتاج اهتمام كامل، المنشآت بقى لها فتره وفي غياب تام للاداره، ما مش موجوده تقريبا. يعني برضه احنا ما زرنا او عملنا لقاءات مع الاعضاء. هم لهم حق التصويت القطاميه؟ القطاميه اللي هو عضو الصيد الدقي له حق، هو اصلا ساكن في منطقه مثلا زي المعادي ساكنين في التجمع. فبيروحوا هناك. بيروحوا هناك بس دول بس هو عضو الدقي اساسا. عضو القطاميه اللي مشترك كفرع، عضو فرع لحد النهارده هو في قضيه ما زالت متداوله. وطبعا احكام القضاء لازم هتنفذ. ايا كانت ايه الحكم، طبعا لا جدال او لا مفيش نقاش او لا تعقيب على احكام القضاء. طبعا لازم نستنى طبعا لحد ما يوصل في الدعوه المقامه من اعضاء القطاميه. نعم. ليهم حق علينا طبعا ان هم كل رغباتهم وكل طموحاتهم تتنفذ. وبالنسبه للمنشات اللي عندهم المتهالكه، احنا ان شاء الله باذن الله حطينا في اعتبارنا، وباذن الله هتتحسن يعني في الفتره القادمه لو وفقنا ربنا. تمام. بورسعيد عندها مشكله كبيره جدا. انا مش ناسي كابتن احمد، هرد على تساؤل الاستاذ احمد. انا شايف حضرتك بتكتب. تمام. لا لا انا ببص في حاجات بس كده نقط بتكتب اللي قاله الاستاذ احمد. عندنا بورسعيد عندها مشكله كبيره جدا مع هيئه قناه السويس. نعم. الاستاذ دكتور هاني الناظر اجرى اتصال مع الفريق ميميش ووعد سيد الفريق ميميش بان هو هيعمل ان شاء الله قريبا عقد بسعر رمزي، وهتستمر الارض لنادي الصيد. وطبعا ده انجاز من قبل ما نخوض السباق. عمله الاستاذ دكتور هاني الناظر. نعم. بعلاقاته واتصالاته يعني راجل جميل صراحه. صراحه مجهود مشكور لدكتور هاني. عندنا بورسعيد عندها مشكله في التصويت، 10000 عضو، 10000 اسره هنجيبهم من بورسعيد للدقي. طبعا دي مشقه، وان شاء الله باذن الله في حد اسمه محمود بيقول عضو القطاميه بيدفع تذكره وهو داخل الصيد واكتوبر، يسأل فيها الاداره القائمه. الاداره القائمه، الاداره الحاليه تسأل. لكن هو اكيد بيبقى عايز يعرف ايه اللي بيحصل بعد كده. هو حقه يدفع تذكره اعتقد، يعني له حق يدفع تذكره اعتقد زي اي حد، لكن هو يدخل بكارنيه القطاميه اعتقد يعني لائحه النادي بتمنع، مش اللائحه الاساسيه للنادي، تعاقده مع النادي بيمنع لحد دلوقتي الحين صدور الحكم القضائي المقام حاليا. تمام. ده كان يعني اسمه الاستاذ محمود انديل. تمام. اهلا استاذ محمود، ويا رب اكون وفيت بالاجابه. يعني تصويت عند البورسعيد في مشكله، 10000 عضو و10000 اسره ما اقدرش اجيبهم الدقي. ان شاء الله لو وفق ربنا باذن الله هيدعو مجلس الاداره لانعقاد جمعيه عموميه غير عاديه لتعديل اللائحه، بعض اللائحه عشان نهرب من قيود الاسترشاديه، ويكون لنادي الصيد لائحته او دستوره اللي هيرسمه لنفسه والاجيال القادمه. وهتكون من ضمن ان شاء الله بنود جدول اعمال هذه الجمعيه تعديل اسلوب التصويت بالنسبه لصندوق بورسعيد
علشان نخفف عليهم المشقه باذن الله. ممكن عندهم اشراف قضائي من 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 من, من زملائنا الساده القضاه في 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 محاكم بورسعيد، ويكون عندهم برضو يعاون الساده القضاه مديريه الشباب والرياضه ببورسعيد هتتعامل الساده القضاه. فبتهيألي برضو طالما في اشراف قضائي يبقى احنا ممكن كلنا يعني نرتاح نفسيا، مفيش اي حاجه خالص. حتى لو اجرت الانتخابات في الدقي وفي بورسعيد في نفس التوقيت باشراف قضائي، اظن احنا يعني نثق تماما في قضائنا المصري الشريف يعني. تمام. طيب خلينا نقول مشكله كابتن احمد اللي قال عليه، اتفضل. وقال ثلاث اربع مشاكل لكن اهمها الجمعيه العموميه. شوف يا كوتش، احنا كان عندنا ازمه اتفجرت واحده. الورق ايه الورق اللي معانا ده يا حضرتك؟ اسمع اشرح له كده، هشرح للاعضاء الجمعيه العموميه لنادي الصيد. ده الورق اللي قدامنا، كانت اتفجرت ازمه كبيره 31 مارس اللي فات. في جمعيه عموميه انعقدت، وبعد ما انعقدت الجمعيه العموميه بخمس دقائق، هي ما انعقدتش، اعلن المسؤول او الجهه اللي بتدير الجمعيه قالت والله ده النصاب القانوني ما اكتملش، ما اكتملش يعني. فطبعا الاعضاء كان عددهم داخل الخيمه تخطى ال 4000 عضو. فال 4000 عضو دول الحقيقه يعني عملوا محضر رسمي او حرروا محضر رسمي داخل الخيمه، واستدعوا السيد مامور القسم السيد رئيس المباحث، وكلفوا احد اعضاء الجمعيه العموميه اللي هو انا يعني بان انا ابدا ان انا هم صراحه ده التكليف. هو زي ما قال الكابتن احمد او الاستاذ احمد اتكلم، هو ده التكليف ان انا كنت لازم فعلا زي ما تحملت هذه المسؤوليه ان انا اعرض او اقول خلصت لايه او انتهت لايه القصه او ملابسات القضيه دي. نعم. القضيه بتتلخص في ان هم قالوا ان اللي حضروا ووقعوا في السجلات كانوا 8000، فلازم يكون في 2000 جوه الخيمه. لما حصل ان احنا توجهنا بالبلاغ ده او النيابه الاداريه بدات تحقق فيه طبعا، توصلوا في الاخر الى ان العدد اللي وقع في السجلات مش 8000 زي ما بيقول اداره النادي او زي ما بتقول اداره النادي ومديريه الشباب والرياضه، لا ده العدد الحقيقي هو 6400. فالنيابه استدعت مسؤولي الشباب والرياضه وسالوا صغار المسؤولين، قالوا لهم يعني هل العدد الحقيقي اللي مكتوب في المحضر اللي معروض على الشاشه اللي كان معروض دلوقتي هو 8000 الا 3 7997؟ صغار الموظفين قالوا للمحققين ان العدد الحقيقي 6400، فاستدعوا كبار الموظفين اللي منهم مدير المديريه ومدير اداره الهيئات، وقالوا لا والله ده مش صحيح. انتدبت النيابه الاداريه، الاداره المركزيه كلفتها بالحضور لسرايا النيابه وكلفتها باجراء تحقيق على وقعة الجمعية. أثبت هذا التحقيق أو التقرير اللي قدمته الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة في وزارة الرياضة، وقدموه للنيابة الإدارية فعلا في جلسة موجودة هنا في المحضر اللي هو كان معروض قدامنا على الشاشة. بيقول إن حصل يعني دخل يعني في حد سود توقيعات، وفي توقيعات اتزودت عشان توصل لهذا النصاب. نعم. وان النيابه يعني استدعت بعض الاعضاء واجهتهم بتوقيعات اللي موجوده في الكشوفات اللي كانت موجوده على الشاشه. مش عارف يعني بقيه انا كان في تقريبا يعني كان في ورق تاني بس هو موجود معايا، يعني ورقه زي دي مثلا دي عرضها المحقق على النيابه، والنيابه استدعت الاعضاء دول. تمام. واجهوهم بالتوقيعات بتاعتهم، نفوها تماما وقالوا احنا يعني بس الكاميرا تجيبها لنا. كمل حضرتك وهو هيجي. يعني هي قالت ان الاعضاء دول راحوا نفوا في التحقيق النيابه، قالوا دي مش توقعاتنا، واتهموا الموظفين بان هم قاموا بالتزوير او قاموا بالتلاعب بنتيجه الجمعيه. الحقيقه طب ايه اللي هيحصل بقى في الجمعيه اللي جايه؟ هقول لحضرتك، بس يعني دي حاجه كانت كان في صور اديناها للمعد او جبنا معانا صور، في صور للصندوق هو مكسور، ان المفتش دخل على الـ على الـ على الـ ما يا ريت تجيبها لنا عشان انا كنت هو جابها. صور الصندوق، صور صندوق مكسور وفضوا الشمع الاحمر، ده يعني الكلام اللي مكتوب في التقرير بتاع المفتش. بالظبط كده. وطلعوا الدفاتر وزودوا 1550 توقيع للاعضاء، ده كلام المقدم من الاداره المركزيه للتفتيش والرقابه في وزاره الرياضه للنيابه الاداريه بتكليف من النيابه الاداريه باجراء التقرير عن الجمعيه. وللاسف احنا ما كناش نتوقع ان احنا كاعضاء جمعيه عموميه ممكن ده كله يحصل. وانا اعضاء نادي الصيد النهارده ان شاء الله في على الصفحه الرسميه لابطال نادي الصيد هيبقى في تقرير بوافي بقيه المستندات، لان انا حاسس ان الاعداد ما يعني ما حطش كل المستندات المعروضه. ده محضر الجمعيه، ده محضر الجمعيه اللي بيقول ان الجمعيه يوم 31 مارس انعقدت، وان النصاب القانوني للجمعيه اكتمل،
وان احنا بدانا نناقش بنود جدول الاعمال. اه واللي حصل ان بعد 3 دقائق فعلا ده اللي حصل، ده يتنافى تماما مع اللي حصل. يعني ده بيتنافى تماما بالظبط، هو ده المحضر او هو ده بالظبط محضر اجراءات انعقاد الجمعيه العموميه. هو بيقول ان بدا مناقشه جدول اعمال، هو ما ناقش جدول اعمال وما وصلناش لبند الميزانيه وما حدش اعتمد ميزانيه، ودي كانت امانه الحقيقه قدام الاعضاء لازم كنت اديها، لان انا بعتبر ان كرامه انتهيتوا لايه يا فندم؟ كرامه وحقوق اعضاء نادي الصيد انتهيتوا لايه؟ في يعني على عاتقي امانه امام الله سبحانه وتعالى. تمام، انتهيتوا لايه بقى في هذا الموضوع؟ انتهينا لايه؟ والله تقدمنا ببلاغ للنيابه العامه. تمام. وبعد ما تقدمنا ببلاغ النيابه العامه رحنا قدمنا المستندات دي كلها لمكتب باشمهندس هشام حطب. تمام. وتقدمت لمركز التسويه والتحكيم الرياضي اللي بينظر دعوه او بينظر دلوقتي طعن من احد الاعضاء المرشحين على منصب او على مقعد الرئاسه ضد مرشح اخر على مقعد الرئاسه برضه. فيعني احنا منتظرين بكره ان شاء الله نشوف قرار مركز التسويه والتحكيم الرياضي بشان هذا. هيبان بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله الجلسه متحدد لها بعد تقريبا بعد العصر ان شاء الله. تناقض هيتم فيها؟ لا يتم فيها طبعا، دي غرف مغلقه. لا لا في مداوله ليها طبعا صدر قضاء. انا ما اقدرش اتدخل في الموضوع ده خالص، ما يعني ما ينفعش ان انا اقول رايي في حاجه بيقوم بها طبعا قضاء كابتن اسلام، ما اقدرش. تمام. طيب قول لي خطه حضرتك للنهوض بالجانب الرياضي للنادي. اختم بس حاجه عن الموضوع بتاع الجمعيه العموميه النهارده برضو ان شاء الله، يعني انا عايزين بس اعضاء بناشد اعضاء نادي الصيد ان هم يتابعونا على الصفحه الرسميه لابطال نادي الصيد، هيتقدم فيها تقرير وافي وشامل بالمستندات على الواقعه دي، لان انا ما كنتش طبعا يعني اتمنى ان يعني ان انا ارد هنا في الاستوديو على ان انا جاي اتكلم عن البرنامج او اهداف ترشحي. لكن طبعا بما ان دي امانه وللاسف يعني اتحطيت فيها، ولا ما اتحطيت فيها، انا اتحطيت في موقف ما بعرفش اخذل اللي قدامي. تمام. انا طبيعتي كده ودي شخصيتي. هننهض بالنادي ازاي؟ هننهض بالنادي ان احنا ندخل دخل كبير للنادي فلوس. النهارده مفيش خدمه ببلاش، خدمات في النادي تقابلها فلوس. معايا فلوس هقدر اشتري حاجه، دي ما معيش فلوس مش هقدر اشتري. حسنت المستوى، نميت الموارد، عملت دخول كبيره، رواد هيامرونا هننفذ، رياضيين هيامرونا هننفذ، اي حد هيحتاج حاجه في النادي هننفذ. هنبدا ان احنا ندور على مشاريع اكبر، اراضي تانية ان احنا نزود، زي بالظبط الفكره بتاعت انا عجبتني فكره وادي دجله جدا. كل ما بيخلص من النادي بفلوس النادي ده بيبني نادي، بيكبر نفسه، يبدا ان هو يبقى له بدل الفرع 2 و3 وداخل القاهره له 4 أو 5 افرع لحد دلوقتي. هو ده النموذج اللي انا بفكر فيه من ناحيه تنميه الاقتصاد. اما سيستم العمل هو مؤسسه كبيره، القاعه الحمراء هي دي. النادي الاهلي طبعا طبعا هي اكبر مؤسسه ناجحه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. هي مؤسسه النادي الاهلي اكبر مؤسسه رياضيه، وانا باخدها دايما مثل اعلى. احنا لازم عندنا سيستم في نادي الصيد، سيستم اداري. مفيش حد بيتعين عشان ده صاحب ده وده حبيب ده، مفيش حد بيتصعد من فرقه للمدرسه للفرقه او من فرقه مثلا جيم او اللي به او من به لالف علشان ده صديق ده وده بيحب ده في اللجنه وده بيحب ده في المجلس الاداره. الكلام ده مرفوض تماما. مقتضيات العداله، مساواه وتكافؤ الفرص هي اللي لازم تكون متوفره لاعضاء نادي الصيد. تمام. اخيرا سياده المستشار، ممكن تقول لي كلمه بتوجهها لاعضاء الجمعيه العموميه لنادي الصيد؟ اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الصيد، احضروا، تعالوا، حقك، لازم تعرف ان دي زي ما ليك حقوق عليك واجبات. الواجب اللي عليك انك تحضر، تكون ايجابي، تشارك في جمعيتك، تقول للاعضاء، تؤسف، تقول للمجتمع احنا جزء منه صغير بس احنا قدوه. احب اشكر كل اعضاء نادي الصيد، سيدات النادي اللي هم اثبتوا الفتره اللي فاتت ان هم فعلا ارجل الشخصيات اللي موجوده. انا مش بقول كده علشان خاطر حد يقول لي انت منحاز للسيدات او انت، لا والله كان في مواقف في النادي واثبتت الجمعيات العموميه اللي فاتت كلها ان السيدات هي الاكثر ايجابيه والاكثر حضور. نعم. فانتوا على راسنا، رواد النادي خط احمر ان شاء الله. لو حققنا الطفره في الفلوس زي ما برنامجنا ان شاء الله احنا رسمينه، الرواد باذن الله يعفوا تماما باذن الله. باذن الله مش وعد، انا ما بوعدش، بس طبعا احنا كلنا بيبقى لنا رؤيه. انا بقول رؤيتي ان شاء الله الرواد تحطوا على الراس، تقدم لهم كل الخدمات اقل اسعار واكثر جوده. احب اشكر صاله الجودو اللي ربتني وكبرتني، كل الابطال زملائي. احب اشكر المجموعه اللي كانت الفتره اللي فاتت بتسعى بكل جهدها وما ادخرتش اي جهد ان هي تسعى للوصول وراء حقيقه موضوع الجمعيه العموميه اللي فاتت،
واي اخفاقات حصلت او اي حاجه ما عجبتش الاعضاء، في مجموعه خصصت وقتها كتير، بشكركم انتوا على راسي كلكم على راسي. نعم. المجموعه دي صدقني يعني قدموا كتير للنادي، والمجهود اللي بذلوه سواء بلاغات، راحوا جهات اداريه زي الرقابه، القيادات الرقابيه، جهات قضائيه، راحوا رقابه اداريه، راحوا مجلس وزراء، راحوا جريوا في كل حته. نعم. بشكركم انتوا على راسي، كل الاعضاء بصفه عامه على راسي، اسرتي ابويا وامي اللي ربوني بشكرهم، زوجتي العزيزه الغاليه بشكرها، واتمنى يا رب انه يديم الموده والمحبه بيننا جميعا ونقدم الخير كله لاعضاء النادي. اشكرك يا فندم على وجودك معانا، وان شاء الله يعني توفق يوم 25 نوفمبر. ان شاء الله انتخابات نادي الصيد هتبقى يوم 25 نوفمبر القادم من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 7 مساء. نهايه لهذه الفقره، وبعد هذه الفقره انا هستنى تليفونات حضراتكم لحين خلاص المستشار مرتضى منصور على وصول. زي ما قلت لحضراتكم الفقره اللي جايه هناخد تليفونات شوية من حضراتكم، وبعد كده هنستقبل المستشار مرتضى منصور وأفراد قائمته كاملا، تكونوا معانا إن شاء الله خلال الساعتين ثلاثة اللي جايين إن شاء الله. أشكر حضرتك جدا يا سيادة المستشار على وجودك معانا، ونتمنى لك ونتمنى لكل المتنافسين التوفيق إن شاء الله. كابتن الإسلام أنا ليا شرف إن أنا قاعد دلوقتي مع نجم نجوم الجيل الذهبي، أنتوا اللي أسعدتوا جمهور مصر. ربنا يخليك، ده شرف. ربنا يعني دايما يجعلنا سبب في إسعاد الجماهير المصرية ونقدم لهم احسن خدمه ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، ونتمنى لك التوفيق ونتمنى لكل المتنافسين. شكرا كابتن اسلام. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هستنى تليفونات حضراتكم، اي حاجه عايزينها من المستشار مرتضى منصور ناخد تليفونات حضراتكم، هكتب كل هذه الاسئله. طبعا جاي لنا اسئله كتيره جدا على الموقع الرسمي للمصري اليوم، طبعا زي ما حضراتكم عارفين جاي لنا اسئله كتيره جدا على موقع او على صفحتنا الرسميه، ولكن برضه هستنى تليفوناتكم، اي حد عايز اي حاجه لو قدر للمستشار مرتضى منصور، لانه مرشح لرئاسه نادي الزمالك، لو قدر ليه نجاح يوم 23/24، انتوا كاعضاء الجمعيه العموميه لو حد من اعضاء الجمعيه العموميه عايز يتفضل معانا ويقول لنا عايز ايه منه، قولوا لنا واحنا هنسال لما المستشار مرتضى منصور يوصل. هنستنى تليفوناتكم بعد هذا الفاصل.